ناجي بيه، أنا أسف إني بلغك إن الخارجية استغنت عن خدماتك. تجلده أقصدت أنا؟ لا ده نصايا. الأم لهاي رموها هون مشان يسحبونا. لازم يغادروا لبنان الليلة بأي تمن. يا تنوار يا أخوي ياسر. ازاي اسلم عليهم وايديهم لسه دمنا فيها؟ اوعى تكون فاكر ان المعركه اللي جايه معركه الصواريخ والدبابات. لا، المعركه اللي جايه معركه نفسيه. انا خاين وعميل وابني كلب، بس الحشيش ده برضه مش متفهم. لما تعرف عدوك احسن ما تقعد تكلم نفسك، وده اللي هما بيعملوه واللي انا بعمله. انتوا ناويين تسلمونا لاسرائيل؟ بقى انصرف.